الو حبيبي، انت فين؟ معقوله يا حسام تتاخر كمان يوم عيد ميلاد ابنك؟ عشان خاطري يا حبيبي، عشان ما يزعلش، بس ما تتاخرش. وانت طيب يا حبيب قلبي، ان شاء الله سنه حلوه علينا كلنا. بقولك، جبت الهدايا اللي انس هيديها لاصحابه؟ نسيت ليه كده بس يا حسام؟ طب خلاص خلاص خلاص، انا هتصرف، ما تشغلش بالك، انا هتصرف. المهم يا حبيبي بس انت ما تتاخرش، عشان خاطري وعشان خاطر انس، ده هيزعل قوي لو اتاخرت. بليز. اوكي يا حبيبي، باي، ربنا معاك. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. قولي لي يا فندم، الاخدم حضرتك فين؟ لو سمحت، كان في اوردر باسم انس حسام الدين. اه يا فندم، الاوردر ظاهر قدامي. ايوه تمام، هو المفروض كان حد يجي يستلمه، بس ممكن انت تبعته لي دليفري؟ اه طبعا يا فندم، تحت امرك. اوكي اشكرك، هبعت لك العنوان حالا على الواتساب. تمام يا فندم، في انتظارك. ميرسي قوي. حبيبي مامي، هابي بيرثدي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. كل سنة وانت طيب يا عينيا. وانت طيب. مين كبر سنة النهاردة؟ أنا. حبيبي اسم الله عليك، سنة حلوة يا حياتي. ماما سليم مش هتقدر يخليني ألعب بالدرمز. درمز ايه بس اللي هنلعب بيه دلوقتي؟ هو انت مش كل اصحابك جايين وهنلعب معاهم؟ طب على الاقل ينزلوا انا واصحابي نلعب بيه. ننزل الدرمز هنا اهوت يا حبيبي، مش ممكن يتكسر او يتقطع؟ يابا بقى مش عايزه ازعل في يوم عيد ميلادي. لا انا مش عايزه عصبيه. احنا نتدلع بس من غير عصبيه وزعل، عشان النهارده اجمل يوم في حياتنا، مش كده ولا ايه؟ الحق. بص نانا بتعمل ايه؟ يا ماما يا حبيبتي، بتعملي ايه شقية؟ ابدا، بشوف الحلويات حلوه ولا لا. يا ماما السكر يعلى. سكر ايه؟ دي ما فيهاش سكر، دي حتى مسخه. يا ماما عشان خاطري، خافي على نفسك يا حبيبتي. لا خافي انت على نفسك، والا اسيب لك البيت واروح اقعد مع اولا في لندن. اولا في لندن؟ ماشي ماشي يا ست كل، ما طبعا اولا الدلوعه الصغننه حبيبه القلب، لكن دنيا دي كبيرة البايخة البعبع. نخدي لا حدش يقدر يقول كده يا حضرة النظرة. انت لسه فاكرة بقى درمز. درمز ايه؟ انت بتزعق كده ليه؟ استنى بس، تعال اقول لك حاجة. اسمع بقى، انا عايزاك تقف هنا وتراقب نناة، تاخد بالك ما تاكلش اكتر من كده، وانا هطلع اشوف لك الدرمز ينفع ينزل ولا لا. اوكي اوكي، ديل ديل. يا بنتي لا، مازن بفلرته على مارو، بس هي نطقة سليم تلسد. سليم سواني. سليم، ايوه يا مامي، معايا تليفون. لارا يا مامي بقى. الله، اديني اكلمها ولا تيجي لعيد ميلاد يا مامي. ايوه يا مي. مي مي مين؟ مين مين؟ بس مش دلوقتي. انت بتخبي عليا؟ هتحكي لي بعد العيد ميلاد. سليم معلش اعطلك، ممكن اسالك سؤال؟ ممكن ناخد الدرامز بليز؟ لا طبعا. لا يا مي، دي مامي عادي. ايوه هو ده الموضوع. هاي مامي وافق؟ لقيته بيتكلم في التليفون، هقول له بعدين. بيكلم مي صح؟ انت عارف؟ ايوه انا عارف يا مامي، وهحكي لك على كل حاجه. احنا اتفقنا على ايه؟ ما تحكيش حاجه ابدا على اخواتك. اوكي يا مامي انا اسف، بس هو ماما بيكلم بنات وبيخرج معاهم بعد المدرسه، وكمان بيكلموا صبح وليل، وانا كمان مش عارفه ليه. يا حبيبي يا حبيبي، ما تحكيش حاجه على اخواتك، قلت لك اللي بيحكي حاجه يبقى فتان، وانا ابني مش فتان. وبعدين لو عايز اعرف حاجه على سليم هساله وهو هيقول لي. يعني كده مفيش درمز؟ لا هيبقى فيه، بس بعد العيد ميلاد. تعالى بقى، تعالى هوريك حاجه حلوه، تعالى. ايه؟ يا حبيب قلبي. كل سنة وانت طيب يا حبي. وانت طيب. انت كبرت قوي يا عم انت. كل سنة وانت طيبين. وانت طيبة، زعلانة منك. ليه؟ بتبقيتي تعملي ازاي وتتأخري؟ تعديتي ولا ايه؟ الكلام ده تقوليه له، ده اداني كمية شغل في الشركة النهاردة قد كده. معقولة؟ حتى يوم عيد ميلاد ابنك شغل؟ طب على الأقل خلي صاحبتي تجيلي. يا سلام. لا بقول لك ايه، الوسايط في الشغل ما تنفعش، انا عارف انكم اصحاب بس الصحوبيه دي في البيت
على التليفون. انما في الشغل انا المدير. ها ولا تحبي اطردها لك؟ ليه تطردني ليه؟ لا الطيب احسن. انا هبقى زوغ وجيلي. ماشي اعملي كده وانا هخصم عادي جدا. تخصم؟ بقول لك ايه، اشوف لك شركه احسن منها ومرتب اكبر كمان. يا سلام يا سلام، اقعدي دلعي الموظفين بتوعنا لغايه ما الشركه بتاعت حضرتك تبتدي تخسر، وساعتها انت اللي هتزعلي والله. شركتي اسمها شركتنا يا حبيبي. بموت فيها والله، بموت فيها. يا الرومانسيه. ايه ده علا؟ طب انا هستاذنكم. اوبا، اقول لك ايه؟ ايه؟ هو ايه اللي لابساه اختك ده؟ ايه؟ حلو قوي، ستايل ولايق عليه. بقول لك يا حبيبتي، انا مش مستريح من قعدتها عندنا هنا في البيت. يا ليه ما راحتش قعدت في فندق؟ وانت صممتي انها تقعد عندنا هنا ليه؟ تقعد عندنا ليه؟ تبقى جايه من لندن مخصوص عشان خاطر عيد ميلاد انوس، وما تقعدش مع مامتها وفي بيت ابوها؟ لو سمحت، عاملها كويس بقى عشان خاطر ما بانش عليك حاجه. وحشتيني، اتاخرتي علينا برضه. كل ده عند الكوافير؟ معلش عارفه ان انا اتاخرت عليك، بس لازم ابقى شيك، مش جايه عيد ميلاد ابن اختي القمر. انت احلى قمر في الدنيا يا حبيبتي. ازيك؟ حبيبتي انا هستاذن لحظه، ممكن ثواني؟ حاضر، عن اذنكم، اتفضلي. هو في حاجه مضايقاه؟ لا خالص، راجع من الشغل بس تعبان وهلكان، عادي.